بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أحمد سلامة. خلصنا المرة اللي فاتت الهاب أند سبوك تيبولوجي، وقلنا إن هي نوع من أنواع ربط الفروع عن طريق الوان، وخصوصًا عن طريق شركات الأي إس بي. نوع ممتاز جدًا وجميل، ولكن ما بيحققليش نسبة الهاي أفيلابيلتي. تخيل يعني إيه هاي أفيلابيلتي يا جماعة؟ إن أنا الشبكة بتاعتي بنسبة 99% ما تقعش. فتخيل ان جهاز الهب ده وقع، احنا فقدنا الاتصال بكل الافرع، يعني فرع المنصورة على سبيل المثال اللي فات لو حب يكلم فرع السويس مش هيقدر، لانه هيجي يروح للهب اللي هو كايرو. الراوتر ده وقع، او الديفايس ده وقع اللي رابطني بيه السويس، فالشبكة كلها وقعت. لذلك ده مش حل عملي، ممكن نقول ان هو نستخدمه في البنك او في شركة زي الاتونيمس سيستم اللي هي شركات الانترنت. خد بالك احنا بنطلع بمصطلحات. اول حاجه الاي اس بي اللي هو الانترنت سيرفيس بروفايدر، وده الراجل اللي بيقدم الخدمه او بيزود الخدمه بتاعه الانترنت. عندي حاجه اسمها اي اس او اتونيمس سيستم. الاتونيمس سيستم ده نمبر هنتعرف عليه ان شاء الله قدام في الكونفيجريشن. النمبر ده كل شركه انترنت بتفتح بتروح تاخده من شركه اسمها الايانا، هنتكلم ان شاء الله عن الموضوع ده قدام. طيب النهارده احنا هنتكلم عن حاجه اسمها الفول ميش توبولوجي. قصه الميش توبولوجي، الميش توبولوجي كده لوحدها ان هي ببساطه على الاقل كل فرع يكون مرتبط بفرعين من الفروع اللي حواليه، يعني كل راوتر يرتبط براوترين على الاقل في الرواتر اللي حواليه. يبقى انا لو زي الحاله دي عندي مثلا ادي 2 4 6 8 فروع، يبقى كل راوتر لازم يكون مربوط براوترين من الرواتر اللي موجوده دي على الاقل، او اربطه بكل الرواتر اللي موجوده. يبقى كل راوتر هيخرج، خلينا احنا طب نعمل ديزاين خاص بينا يكون اقل شوية، وليكن يا شباب على 5 رواتر. يبقى انا عندي كايرو، منصورة، طنطا، مثلا اسماعيلية، والسويس. في حالة المش علشان اكونها يبقى فرع كايرو على الاقل يروح يرتبط براوترين زي مثلا المنصورة والسويس. فرع المنصورة يتربط مثلا بطنطا مثلا والاسماعيليه، السويس مثلا هو مربوط بكايرو ويتربط مثلا بطنطا، مثلا الاسماعيليه مربوط هنا يتربط بينا. يبقى احنا كده عملنا فكره المش. طيب الفول مش ان كل الرواتر او كل الفروع مربوطه ببعضها بكابلات. يعني ايه؟ يعني فرع كايرو هيتربط بكل الرواتر، هناخد منه كابل الفرع المنصورة، وكابل الفرع طنطا، وكابل الفرع السويس، وكابل الفرع اسماعيلية، والمنصورة نفس الكلام يروح لكايرو واسماعيلية وطنطا والسويس، ها، وما إلى ذلك. هيكون لي الشكل ده في الآخر اللي هو الفول مش، كل الرواتر مربوطة بالرواتر اللي حواليها، يعني كل الفروع عندي مربوطة ببعض، فدي شبكة فول. طب أنا هستفاد بإيه لما أعمل حاجة زي كده؟ شبكة مكلفة جدا، مكلفة جدا جدا، يعني لأن الخطوط دي بتبقى مربوطة عن طريق الإنترنت سيرفيس بروفايدر، بيدفع عليها أرقام وقدرها في السنة. ولكن تخيل معايا إن الكابل ده اتقطع من فرع كايرو، عنده أكتر من مسار إن هو يروح للفروع التانية. يعني الكابل ده لما يتقطع أو يبوظ، أو كابلين 3 كابلات اتقطعوا في نفس اللحظة، ما يأثروش، لأن فرع كايرو يقدر يروح من عدة مسارات مختلفة، لأنه مربوط بكل الفروع اللي حواليه، وكل الفروع التانية متوصلة بكل الفروع. فإذا احنا شبكة كومبليت مكتملة، أي حد يقدر يوصل من أي مسار للتارجت بتاعه أو للديستنيشن بتاعه. فدي كده شباب بكل بساطة قصة الفول مش، وهي بتحقق لي الهاي افيلابيلتي. وهنا مفهوم الهاي افيلابيلتي إن أنا بيبقى عندي نسبة سقوط الشبكة ديت ضئيل جدا، بل نسبة نجاحها بنسبة 99.9%، لا تسقط الشبكة دي، ما يحصلش فيها أي فيلر، ما فيهاش أي خطأ، هتفضل شغالة حتى لو حصل فيها أي أعطال تقدر تصلحها وهي الشبكة شغالة. طيب فده الفول مش. عندي بقى البارتشال مش، نفس الكلام، ولكن زي ما قلنا إن مش كل الرواتر مربوطة ببعضها زي الفول مش، لا، الرواتر او على الاقل كل راوتر بيكون مربوط بمسار او مسارين، يبقى ده كده بارشال مش او مش جزئي.
الشبكة مش كومبليت، مش كلها مربوطة ببعضها، لا أجزاء منها بس اللي مربوطة ببعضها، وأيضا دي بتحقق لي الهاي افيلابيلتي، ولكن مش زي الفول، بتبقى أقل شوية وبتكون أقل في الكوست والتكلفة شوية. أتمنى إن قصة المش توبولوجي تكون وصلت. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.